بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي الزهراء المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى 40 سيدي ومولاي المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ما زلنا وإياكم أيها الكرام مستمرين في هذه التغطيات المسجلة من العراق، من أرض الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وتحديدا في محافظة ذي قار في قرمة بني سعيد. نعم أيها الكرام، الزيارة المليونية وهذه الحشود القاصدة إلى قبر سيدي ومولاي المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، والمواكب الخدمية في مدينة البصرة اللي خلصنا من عدها لله الحمد والمنة وأجينا إلى ذي قار الناصرية إن شاء الله، راح نكون في خدمة زوار أبي عبد الله الحسين من خلال هذه التغطية المباركة. فقوم تنادي حبي لك وفؤادي يا الغالي انت ابونا واحلى اليتامى، دقي يا باكستاني لجرهاس. نعم احبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الامام المهدي الفضائية، متواصلين معكم ومدينة الناصرية وخدام زوار ابي عبد الله الحسين في هذه المدينة المباركة. السلام عليكم، عظم الله اجركم. وعليكم السلام واجرك، رحم الله والديك. عرفني باسم حضرتك. اخوي رهيميم طاهر. انعم واكرم حجي. رحم الله ودي. الله يستر. كلمة عزاء تحب تقدمها للعالم بهذه المناسبة الأليمة؟ الحمد لله، نحن موكب أنصار الحسين في منطقة آل شميس. السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين الذين بذلوا جهودهم وأنفسهم في سبيل الحسين. الحمد لله الذي جعل موكبنا في طريق زوار الحسين، وهذه شرف لنا ومكانة في الدنيا وفي الآخرة، لأن الحسين سفينة النجاة، وبما أنه سفينة النجاة وبما أنه ابن فاطمة الزهراء وجده رسول الله وأبيه علي بن أبي طالب، وهو الذي قدم ما قدم حيث قال إذا كان دين محمد لا يستقيم إلا بقتل فيا سيوف خذيني، فهذه كلمة عميقة وحقيقية إنه، ونحن نؤمن بأن الدين انحرف في زمن يزيد ومعاوية، ولولا الحسين فلما ترجع الدين إلى مسراه الحقيقي. فكلما نقدم ونقدم ونقدم من أنفسنا ومن أموالنا ومن خدمتنا، والآن نحن الآن نقدم في هذا المنطقة وفي كل منطقة في العراق، هو كأنما دفاعا عن الدين و متبعين مسار الحسين الذي قدم نفسه وأصحابه في سبيل الدين. فنحن لن نقدم لأنفسنا، إنما نقدم للدين، والدين هو العمود الأساسي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول خلقت البشرية أو البشر لحتى يعبدون ويعمرون الأرض، فأولا هي العبادة وهذا جزء من العبادة. فكل ما نقدم فهو قليل، قليل بحق محمد وآل محمد الذي جاء بالدين إلى هذه البشرية جمعاء، لا نقول إلى الشيعة فقط إنما لجميع الدنيا. فإن احترفوا وقالوا إن الشيعة يقدمون للحسين وللدين أهلا وسهلا، وإن لم يعترفوا فنحن لدينا إيمان كامل بأنه نقدم إلى دين محمد، حيث إن الله قال إن الدين عند الله الإسلام، ومن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا إحنا نقدم للدين، والدين برضا الله، وقام محمد رسول الله خاتم الأنبياء بهذا الدين، والحسين ضحى لهذا الدين، فنحن كلما قدمنا من هذه الأشياء فهو قليل إلى الدين وإلى الحسين، لأنه في مسار الله سبحانه وتعالى ورضا الله. الله يستر عليك حجي. شنو الخدمات اللي تقدمونها للزوار تحديدا؟ ما شاء الله جاي نشوف الجموع المليونيه الغفيره جاي تتجه نحو كربلاء من هذا الطريق المبارك. اخي
كلما نقدم قلت لك قليل. فنحن أولا تشجيعا للزوار، لأن الزوار إذا لم يكن مواكب فالزوار ما يقدمون شيء أو يوحش عليهم الطريق، فنحن كأنما مشاركين معهم، ونحن نقدم لهم من الأكل ومن الفواكه ومن الماء ومن خدمة، وقسم منهم نصطحبهم للبيوت يباتون الليل، فكل شيء نقدمه حاضر موكب نعم لخدمة الزوار وخدمة الحسين. أشكرك، بارك الله بكم، الله يعودكم بجاه سيد الشهداء. الله يستر عليك، الله يعطيك العافية. احنا نفرح انه من المحطات الفضائية انه تصاحب الزوار وتصاحب مثل مواكب، لان هذا شرف لكم وانه، والحمد لله تشجيع. اي فالزائر من يرى هذه الجموع امامه تستقبله كانما هو يتشجع وينسى التعب والمسير الذي يجهد به على مسافة 400 كيلو. الحمد لله رب العالمين، والشكر لله انه نخدم زوار الحسين. نعم، بارك الله فيكم، احسنتم حجي. متواصلين معكم احبائي المشاهدين، وهذه التغطيه من الناصريه ذي قاع. واهل النجف غيارك حي عزياره، وانت الوصي هذول نصبوا موارك. بغداد ايمه بيها واللي يمر عليها من البعود ترشق ريحه حبايب. والكربلاء المضايف ملوحتي سوالف، الزاير بعيونه يا مهد كاتب. لازم تراب الحضرين ناس، حيل الله جوك وحيل عباس، حيل الله جوك وحيل عباس. شايدك خل تسمع الناس، حيل الله جوك وحيل عباس، حيل الله جوك وحيل عباس. طيب الله نفاسكم يلتخدمون الحسين، الله يرفع راسكم يلتخدمون الحسين. خطوة خطوة وياكم والله ما أنساكم، خطوة خطوة وياكم والله ما أنساكم. متواصلين معكم أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، وهذه التغطية من محافظة ذي قار وإحدى الزائرات الكريمات. السلام عليكم يما. مرحبا، عظم الله أجوركم. لين طالع إن شاء الله. شلون شفتي الخدمات بالطريق؟ والله الخدمات على الراس وعلى العين، وخادميننا وحاطينا على روسهم منام مكيل وشريب ونظافه، وقايمين بينا فردهم، والمعازيب برانا بعد تمشي. اي من البصره لما وصلنا لي جاي للسوق الشيوخ، ما عندهم نقص هذا. اي الهدف والغايه من هاي الطلعه وهاي المشيه من البصره الكربلاء شنية؟ انا ما تعبانه، صار لي 17 سنه انا امشي، ها ولا اجتني مشايه الحسين يصير بي جنون لا امشي، وهسه انا امشي ورجلي مطققه ما مبين علي والله العظيم. لا اجا انا الليل كل شيء ما بي، واحنا للحسين متوجهين، وانتم قايمين بواجبنا على حسب الاصول. قدامكم اي وشكرا. الهدف والغايه مواساه السيده زينب ان شاء الله هم من هاي الطلعه. اي على العين والراس السيده زينب، شاحنا علي من رايحين هي على موت، ها نبكي وتعبانين ولهسانين وعايفين بيوتنا وولدنا، وهاي كلها على مود السيده زينب، واحنا نتشرف بيها. اي ونتشرف بيكم، نتشرف بالناس اللي خدمتنا من البصره اللي جات. اي لا تنسيني من الدعاء يا ابو السجاد، بارك الله بك. هلا بالزاد، خاطر تجبرونه من تقيمون العزاء، خاطري حياكم والله ما انساكم، خاطري حياكم والله ما انساكم. يلتخدمون الحسين، يلتخدمون الحسين. طيب الله انفاسكم يلتخدمون الحسين، الله يرفع راسكم يلتخدمون الحسين. خطوة خطوة وياكم والله ما أنساكم، خطوة خطوة وياكم والله ما أنساكم. يلتخدمون الحسين، يلتخدمون الحسين. نعم أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، متواصلين معكم، وهذه التغطية من ناصرية الخير، ناصرية العطاء، ناصرية الخدمة الحسينية. معنا أيضا أحد خدام الحسين. سلام عليكم، عظم الله أجرك. حياك الله حجي. اسمك حبيبي؟ حسن قائد سلمان. حياك الله يا حسن، بارك الله بك. وجهك على الكاميرا، تحب تهوس؟ نعم. يلا معزب يا الحسن يا ابو الدلال السود، معزب يا الحسن يا ابو الدلال السود، يا هيبة علي وقت الشدد مريود.
معذب يا الحسن يا ابو الدلال السود، يا هيبة علي وقت الشدد مريود، سمعنا شكثر عن حاتم وعن اقوال، حاتم ما يعذب كبد للهادو. ها انت العذبت بكبدك، ها انت العذبت، ها انت العذبت بكبدك، ها انت لسم من جالي، انت العذبت بكبدك، لسم من جالي، انت العذبت بكبدك، لسم من جالي، انت العذبت بكبدك، لسم من جالي، ايوه ايوه، لسم من جالي، انت العذبت بكبدك، 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 هسم من جالي، تلعزبت بجبده، هسم من جالي، تلعزبت بجبده، هسم من جالي، تلعزبت بجبده، هسم من جالي، هسم من جالي. نعم أحبائي المشاهدين، متواصلين معكم من خلال هذه الشاشة المباركة وخدام زوار أبي عبد الله الحسين، ويبقى النداء إلى آخر نفس إن شاء الله تعالى، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. الله يرفع راسكم قل تخدمون الحسين، خطوة خطوة وياكم والله ما أنساكم، خطوة خطوة وياكم والله ما أنساكم، قل تخدمون الحسين، قل تخدمون الحسين. دنيا شساوي ذا ما بيها دمعة، تجري لجل العدر بمشمور صبعة، انسى ضلع وكسرة والبسمارة شلعة، لما نسمع ناعي لجل حسين ينعم، اركض لهفانة لما نسمع مقتله والحضور ينادي. الزائرات الكريمات الزينبيات الفاطميات، السلام عليكم ومعظم الله أجركم. السلام ورحمة الله وبركاته، عظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب أبي عبد الله الحسين. السلام الله عليك يا أحسنتم. منين طالعين يما؟ البصرة. الله يحييك يا أمري. شلون شفتوا الخدمات بالطريق؟ نعمة، الله يديمها إن شاء الله على أمة محمد، وإن شاء الله إلى يوم الدين هالخدمة هاي ما تنقطع وتصير شوكة بعين الأعداء. إن شاء الله هي شوكة فعلا. أي أيوة والله، هي شوكة في عيون أعداء آل محمد، هذا الطريق وهاي المشاية وهاي الخدمات. حسب التقارير اللي جاي توصل أنه 10 دول، ميزانية 10 دول هذا اللي جاي يوزع هالأيام هذه، شنو هدفكم من هاي الطلعة يما؟ شنو الهدف؟ الهدف نواسي السيدة زينب بمصابها، لأن الحسين من القتل بقى زينب، زينب ما حد واساها ولا حد وقف وياها، لكن رغم كل المصاعب هي قامت بنشر رسالة الإسلام بعد الحسين عليه السلام. لذلك عزائنا للسيدة زينب هو امتداد لرسالة زينب عليه السلام. يمكن بالأيام العادية إذا تروحون للسوق أو تطلعون طلعة تعبون جدا، تعبون ما تقدرون تطلعون، لكن هالأيام هاي سبحان الله شنو الدافع لهذه الحركة المليونية، ومن العراق من جميع مدن العراق إلى كربلاء هذا الزحف. والله في الأيام العادية أنا بيت أخوي قريب علي أقلهم إلا بسيارة يلا أروح، لكن لأن نحس الإمام المهدي هو يصير معانا تجينا دوافع بحيث تخلي اللي عنده أقوى مرض يواصل مسيرة الحسين. اللهم عجل له الفرج. بارك الله فيكم، وإذا وصلتوا يوم سيد الشهداء لا تنسونا بالدعاء إن شاء الله، ونسألكم الدعاء بتعجيل الفرج يا الله. وسيني ما شكرا جزيلا. الهاشمية عاشت وما ماتت بالضماير كربلاء، خاطر تجبرونه من تقيمون العزاء، خاطري حياكم والله ما أنساكم، خاطري حياكم والله ما أنساكم، يلتخدمون الحسين، يلتخدمون الحسين. طيب الله نفاسكم يلتخدمون الحسين، الله يرفع راسكم يلتخدمون الحسين، خطوة خطوة وياكم والله ما أنساكم، خطوة خطوة وياكم والله ما أنساكم، يلتخدمون الحسين، يلتخدمون الحسين. حاضر لي طلبة وفاء. نعم أحبائي المشاهدين، معنا أيضا أحد الزائرين الكرام، السلام عليكم، عظم الله أجركم.
اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله اجورنا واجوركم من عزيز صاحب العصر والزمان امام الحج المنتظر اللهم عجل فرجه في استشهاد ابو عبد الله حسين واربعينيته. نحن جايين سيرا من راس البيشه، صارنا 8 ايام ما شاء الله. نحن من قضاء ابو الخناك الله يرحم الله ديار الدنيا واخره، ومن قضاء ابو الخصيب نروح لراس البيشه. احنا من الفاو بسيارات ونجي سائرين الى عبد الاحرام من البحر الى المنحر. ما شاء الله عفي عليكم. وما تعبانين؟ لا ماكو تعب، هاي صارنا 8 ايام نمشي ماكو تعب. ابو عبد الله حسين كل احنا نروح فدا له. اكو شيء تلاحظه بالزوار انه ما حد لابس كمامه كانه ماكو وباء، ليش؟ انا حبيت اكد هاي الملاحظه، جيت اقول لك انا جيت اكد لك يا على هاي الملاحظه. اول شيء اقول انا كل من صنع هذا كورونا ما ادري شو يسمونه، هسه احنا بالايام العاديه بالمدني ها مو بالزياره، هذا لابس كمامه. انا اشتغل تاكسي على باب الله، فاي واحد يصعد جاي يلبس كمامه. بس احنا مصعدنا من راس البيشه حتى هسه هاي محافظه الناصريه قضاء سوق شيوخ، فهاي مال كورونا ما شنو، حتى المعزب من الطبله ابو البيت من يشوف هو لابس كمامه يشوفنا يبطل ما يلبس كمامه، يستحي يعني ايش يريد يذب الكمامه مالته. فوصل انا صوت الدول الاوروبيه امريكا كلنا صنع هاي كورونا ما كورونا، وقفت يم الحسين ماكو كورونا، وقفت مطارات وقفت موانئ دول عظمى. اقول ان انا هذا صنع كورونا يا صيني امريكي من جميع الدول الاوروبيه، ما يوقف مسيره الامام الحسين عليه السلام. اي مسيره الامام الحسين ما توقف، كل سنه وكل عام لو قطعوا ارجلنا واليدين تيك الزحمه سيدي ياسين. فكورونا لو مو كورونا يسوون بعد غير كورونا اي شيء. خلي وين ابو التكنولوجيا، يلا خلي يشوف التكنولوجيا ما توني التطور ماله، خلي يشوفها يلا بهاي مسيره الامام الحسين، خلي يشوف يلا وين التكنولوجيا. ركضت وريج هاي شهديت العام وهالسنه وهالمسيره المليونيه، فلا يتعبون روحهم. قضيه الامام الحسين شيعه امير المؤمنين للموت الحسين منعوفه، يا ابا عبد الله ضريح امام الحسين للموت منعوفه. بارك الله فيك. سمعني فت لبيك يا حسين وروح للزياره وندعي. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، اللهم ابعد هذا البلاء والوباء بجاه الحسين. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، اللهم شافي كل وعافي كل واحد نايم في المستشفى او عنده مريض، وان شاء الله هذا الوباء يزول ما يضل وما يهمنا اي واحد. وعظم الله اجورنا واجوركم وتحياتي لكم اغاثي. لا تنسونا من الدعاء. لا ان شاء الله، اللهم ان شاء الله ضريح امام الحسين ان شاء الله هناك نزل شباك ابو عبد الله حسين، ندعيكم بالصحه والعافيه والستر. واقول لجميع دول العالم خلي يجون الامام الحسين، لا كورونا ولا شيء. العراق ما يعرف كورونا، شيعه امير المؤمنين ما يعرفون كورونا نهائيا. ابو علي العبادي من قضاء ابو الخصيب خادمكم. وصلون بالسلامه يا زوار، بارك الله بكم. كلنا الاغاثي كلنا. شكرا لكم يلتقمون المجالس بابن مجنون مثل جنون عابس، بس مجالسكم اسميها مدارس الها احضر والرضيع بحضن جالس. يا اللي بذلتوا الغالي اطلب من الله السميع، يا الخدم للتالي كل تعبكم ما يضيع. الهج بطرواكم والله ما انساكم، الهج بطرواكم والله ما انساكم. يل تخدمون الحسين، يل تخدمون الحسين. انا ام المنذبح انا الزكيه، بالفرج ادعي لكم صبح ومسية، الدنيا تهتز لون وترفع ايدي، والدعاء لكم يا عون الهاشمية. عاشت وما ماتت بالضماير كربلا، خاطر تجبرونه من تقيمون العزا. خاطري حياكم والله ما انساكم، خاطري حياكم والله ما انساكم. يل تخدمون الحسين. نعم احبائي المشاهدين متواصلين معكم، وهذه التغطيه من الناصريه. ايضا معنا احد زوار سيد الشهداء المولى ابي عبد الله الحسين. السلام عليكم. عظم الله السلام ورحمه الله. عظم الله اجوركم. هذا المصاب الجليل الله يحفظك. عرفني على اسم حضرتك. سيد حيدر من محافظه البصره.
حياك الله سيدنا العزيز. كم يوم صار لكم بالطريق؟ اليوم الرابع ان شاء الله. الله يحفظك الله يرعاك الجميع ان شاء الله. جو حار، هاي اول سنه حار علينا شوي مو من بدت المشاي الحين؟ حار رغم الحر الحمد لله، خدمات موجوده، خدام ابا عبد الله الحسين قد يبذلون السنه بذل يعني ما يوصف، الحمد لله يعني ذللوا الحر علينا الحمد لله رب العالمين. ولكم الله يحفظكم الله يحفظ. توقيتكم للمشي شلون صاير؟ يقولون اكو ناس تمشي بالليل اكو ناس تمشي الظهر. لا مو بالليل، دائما نطلع بالثنتين ونص فجر الوقت صلاة الفجر، ناخذ لنا راحة ريوق ونكمل مسيرنا. 10:30 11 استراحة، حد الساعة بثلاثة ننطلق نكمل مسيرنا الأذان المغرب. هاي برنامجنا المعتاد يعني. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله. معنويات شلون هي جماعة وياكم ما تعبانين؟ بخير بنعمة الحمد لله، هالأبطال وتشوف أنت الحمد لله رب العالمين، الله يحفظك الله يرعاك. مريتوا على أي مدن بالضبط من البصرة؟ الأقضية. طلعنا من ناحية النشوة. مرورا قضاء الدير، مرورا قضاء القرنة، قضاء المدينة، تشبايش، الفهود، الطار، واليوم شرفنا وصلنا ان شاء الله سوق الشيوخ. الله يحفظكم الله يحفظكم، جزاكم الله خير، الله نسلكم الدعاء، الله يحفظكم الله يرعاكم، ولكم الله يحفظكم الله يرعاكم جميعا. غاتي حياكم الله، هلا بكم هلا بالزوار، حياكم الله. ميت وريحه لطم تبقى على كفه، يا الخدمت الغالي لا تهم بالمقبره، راسك يظل عالي يمنى يوم الاخره، وحيدر يرعاكم والله ما انساكم، حيدر يرعاكم والله ما انساكم، يل تخدمون الحسين يل تخدمون الحسين، حيا الله نفوسكم يل تخدمون الحسين، الله يرفع راسكم يل تخدمون الحسين، خطوة خطوة وياكم والله ما انساكم، خطوة خطوة وياكم والله ما انساكم، يل تخدمون الحسين. متواصلين معكم احبائي المشاهدين مشاهدي قناة الامام المهدي الفضائية من العراق ومن الناصرية تحديدا، معنا ايضا احد خدام زوار ابي عبد الله الحسين سماحة السيد عبد الله الجعفر. السلام عليكم سيدنا، عظم الله. وعليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله، عظم الله اجوركم واجور المسلمين ان شاء الله جميعا بهذا المصاب الجلل، حياكم الله الله يحفظكم. فضل زياره الأربعين بدايه حديثنا انا وياك. طبعا فضل زياره الأربعين فضل عظيم، ورد في الروايات كذلك من زار الحسين فكأنما زار الله في عرشه. هناك روايات كثيرة تحدث عن فضل زيارة الأربعين، لأنها مظهر من مظاهر المحبة لأهل البيت ومظهر من مظاهر العشق للحسين وآل الحسين عليه السلام. الله يحفظكم الله يسلمك، أسمعكم الله يحفظكم. هذا المكان اللي احنا بيه سادة الخرسان مثل ما ذكرتوا، شنو الفعالية اللي موجودة بهاي الحسينية المباركة؟ والله هذه الحسينية المباركة جزاهم الله خير يقدمون الخدمة الرائعة والخدمة التي ليس لها مثيل. طبعا كل خدام الحسين وكل خدام الحسين كل خادم هو كريم من كرماء مدرسة أهل البيت وكريم من كرماء أهل البيت، بل كل فرد من أفراد الخدام هو حاتم الطائي، بل زادوا على حاتم الطائي بمراتب عظيمه جدا. الله اسمعكم والله. الكلمه اللي توجهونها لخدام زوار ابي عبد الله الحسين من البصره الى كربلاء، شنو توجهوا لهم من كلمه سيدنا؟ ان شاء الله نقدم نصيحه للخدام ان يكون الصوره الناصعه والمبيضه لوجه الحسين عليه السلام، يعني لابد ان يحمل اخلاق الحسين، اداب الحسين، سيرة الحسين، يرحب بالزائرين، كذلك لابد أن تكون عنده سعة صدر للزائرين، لأن يعني الزائرين تعرف بعض الناس مثلا سريع الغضب، لابد أن يتعامل معه معاملة حسنة، والحمد لله هذا اللي نشوفه. الحمد لله جزاهم الله خير، يعني حتى لو يشتمهم الزائر وما يشتم، مع ذلك يتحملون بعض الأخلاقيات القليلة جدا، وإلا معظم الزائرين إن شاء الله يحملون أخلاق، ومعظم خدام الحسين يحملون الأخلاق العظيمة إن شاء الله. الآن كلمة إلى الزائرين الكرام اللي جاي يواصلون المسير إلى كربلاء المقدسة، شنو توجه لهم كلمة عبر قناة الإمام المهدي الفضل إن شاء الله؟ أوجه كلمة للزائرين، كما تعلمون الأعداء سلطوا الأضواء على هذه المراسيم وعلى هذه الشعائر الحسينية، وخصوصا حول الزائرين يبحثون عن السلبيات
ونتمنى من الزائرين أينما حل يحمل أخلاق أهل البيت، وكذلك الالتزام بأداء الصلاة، أن يصلي الصلاة في وقتها أو لا يتأخر عن وقتها. ممكن أن يصليها في هذا المكان، إذا كان هذا المكان مزدحم يمكن المكان اللي بعده، أن لا يأخر الصلاة عن موعدها. وهذا وفضل الصلاة في أول الوقت فضل عظيم. كلمة أخيرة تحبون تقولها سيدي؟ والله إحنا هم نقدم نصيحة للفضائيين أن ينشرون هذه الإيجابيات كأمثالكم، جزاكم الله خير. وقناة المهدي قناة معروفة بالمحاضرات الموجودة بها، البرنامج الراقي الموجود بها، ونحن من متابعيها حقيقة. جزاكم الله خير، الله يسلمكم، الله يحفظكم، الله يخليكم. جزيلا سماح سيد، ممنونين. نموت لاجل حشاية، نموت لاجل حشاية، نكتب عهود الولاء. كربلاء يا كربلاء، كربلاء يا كربلاء، نعم. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، مثل ما شفتوا هذه الصورة المشرفة في جنوب العراق، هذا الكرم، هذا التفاني في سبيل خدمة زائرين أبا عبد الله الحسين. اللسان عاجز عن نقل الصورة حقيقة، شنو ما جاي ننقل لكم هذا قليل عن المناظر والمشاهد اللي جاي نشوفها في خدمة زوار أبي عبد الله الحسين. فنسأل الله بحق الحسين، بكرامة الحسين، أن يعيد علينا هذه الذكرى ونحن في خدمة مشاية أبو السجاد. هذا شرف عظيم إلي أنا أنه أكون هذا العام في العراق ومع زوار سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، شرف عظيم. أتمنى أنه لا يسلب من عندي هذا الشرف سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. أيضا إخواني، يجب أن نشكر قدام الحسين من أهالي المدينة، هذول الأبطال، هذول الشجعان، أهل الغيرة، أهل الحمية، اللي ضيفونا، ضيفوا قناة المهدي ومكتب قناة المهدي طوال هاي الفترة اللي كنا بيها بالعراق. وأخص بالذكر العزيز الموالي لأهل البيت سلام الله عليهم، الأخ أبو عباس عقيل المنصوري. أسأل الله بكرامة الحسين له التوفيق والسداد، ودائما في خدمة زوار أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ختاما، تقبلوا تحياتي أنا حسين الأميري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.